والنية لرجوع ميسي قبل الاعتزال برضو موجودة، بس تحقيقها بيعتمد على الظروف. فطبيعي يجي في بالي أقارن بينهم وأسأل نفسي هو وضع العرب هيبقى إيه؟ رحلتي من يا رب الموسم ده يخلص من غير فضايح، لا على فكرة لو كملنا على كده هنحقق السداسية. بس اللي عمله ده ظلم كذا لاعب، منهم اللي اتظلم في دقايق اللعب القليلة واللي ما بقاش يلعب في مركزه الأساسي. اللعيبة فقدت الرغبة وبالشكل ده الانهيار جاي جاي. حلقة جديدة هناخد فيها آرائكم في أهم مواضيع الأسبوع في صوت الجماهير. بس قبل ما نبدأ الحلقة عايز أسألكوا سؤال، مين أكتر فريق أقنعك أداؤه لحد دلوقتي في أوروبا؟ سؤال حلقتنا النهاردة من يونس شريف بيقول هل ميسي ممكن يرجع برشلونة تاني في يوم من الأيام؟ وخلينا ناخد الإجابة من ميسي شخصياً. 2021 لما ساب برشلونة قال في كلامه الوداعي أنا عايز أرجع تاني، والميركاتو اللي فات لما مشي من باريس وبعد ما وقع مع إنتر ميامي قال أنا كنت مختار أرجع برشلونة بس الموضوع كان صعب. مع إن قصة إنتر ميامي دي خلصت بمشكلة غير مباشرة بينه وبين لابورتا، بس لابورتا قال إن ليو مرحب بيه في برشلونة أي وقت. وفي نفس الوقت ميسي نفسه تحس إنه خلص تحديات الكورة وراح يستمتع بوقت أكبر مع عيلته في أمريكا. ونفترض إن في 2025 عقده خلص مع إنتر ميامي ولابورتا عايز يرجعه تاني، هل بقى مشجع برشلونة هيقتنع إن ميسي يرجع وهو عنده 38 سنة؟ المشاعر ناحية ميسي دايماً حلوة، بس المشاكل اللي موجودة في برشلونة أكتر، والنية لرجوع ميسي قبل الاعتزال برضو موجودة، بس تحقيقها بيعتمد على الظروف، أو إن ميسي نفسه يتنازل عن حاجات كتير ويرجع بس علشان يعتزل في النادي اللي بيحبه. كأس العالم للأندية اللي جاي هيبقى آخر واحد نشوفه بالشكل ده. من السنة اللي جاية شكل البطولة هيتغير وهيبقى زي كأس العالم للمنتخبات، هيتلعب كل 4 سنين بنفس عدد الفرق والمراحل. فطبيعي يجي في بالي أقارن بينهم وأسأل نفسي هو وضع العرب هيبقى إيه؟ المنتخبات العربية في كأس العالم طول السنين اللي فاتت الطموح ما كانش أحسن حاجة، كان بالنسبة لهم الوصول في حد ذاته هو الإنجاز. في البطولة نفسها بقى مش مهم أي حاجة، المهم نحاول نقدم أداء مشرف. بس للحق يعني من وقت للتاني كنا بنشوف محاولات طموحة لمنتخبات عايزة تروح بعيد على قد ما تقدر، لحد ما منتخب المغرب في حدث استثنائي النسخة اللي فاتت قرر يعلي سقف الطموح ويوصل لنص النهائي. ده احنا كمان كنا بنسأل يا ترى هيقدروا يوصلوا للنهائي ويكسبوا كمان ولا لا. نرجع بقى للأندية العربية في كأس العالم، شفنا الهلال والرجاء والعين وصلوا قبل كده للنهائي، وشفنا اكتر من برونزية للأهلي والسد القطري. بتعملي ايه هنا يا ماما؟ جاي اقول لك العرب هيعملوا ايه في كأس العالم للأندية. العرب عندهم فرصة يوصلوا للنهائي المرة دي، الاتحاد موجود وكده كده زي ما انت عارفة هيكسب الأهلي. انت ما شفتيش ايه اللي حصل في الهلال من سنتين اصلا ولا ايه؟ حبيبتي ده الهلال، احنا نعمل اللي عملناه في 95 وفي 2001 وفي 2005، مش جديد علينا يعني يا روزان. لا بقى بصي المرة دي مختلفة خالص، كولر واللاعيبه والجمهور الموسم ده هيقدروا يغيروا اي حاجه. طب وانت اكيد عارفه ان المحترفين هم اللي هيقدروا يغيروا كل حاجه. احنا السنه اللي فاتت لعبنا ريال مدريد وكان ماتش الند بالند، وانت اكيد شفتيه، فمش هتيجي على الاتحاد يعني. طب يا روزان كلها شهرين وهنشوف. هنبقى نشوف. وبعيدا يا جماعه عن اللي حصل ده، هل الانديه العربيه في النظام الجديد هتكتفي بالاداء المشرف اللي كلنا تعودنا عليه ولا طموحهم هيبقى اعلى، خصوصا ان امكانيات فرق السعوديه زادت دلوقتي؟ بس ده ما يمنعش ان الاهلي جامد برضه. احنا قبل ما البطوله تتغير كنا عندنا 3 انديه وصلت للنهائي وفي فرصه المره دي يبقى 4، بس في اللي جاي المشوار هيبقى اطول واصعب. فهل فرص العرب هتقل؟ ده كان سؤالنا ليكم. 62% شافوا ان فرص العرب هتنتهي، و 38% قالوا ان العرب هيعملوا مفاجأة السنة دي. رحلتي من يا رب الموسم ده يخلص من غير فضايح، لا على فكرة لو كملنا على كده هنحقق السداسية. برشلونة بعد ما بدأ الموسم بأداء ما يبشرش بأي حاجة، فجأة لقينا الفوز بسكور والأداء الممتع بتاع البارسا بيرجع تاني. ولو بصينا على سبب الفرق في الأداء والنتائج هنلاقي ان دخول الجواويين في التشكيلة الأساسية أثر بشكل كبير، وده نفس الوقت اللي انفجر فيه توريس. التلاتة بيقدموا أداء ممتع، مراوغات موجودة وأهداف حلوة كمان موجود. والله زمان يا برشلونة، دي رسالة لكل اللي بطلوا يتفرجوا على الفريق لأنه ضايع الهوية والتيكي تاك. نصيحة مني ارجعوا اتفرجوا تاني. تشافي كمان بيأكد ده من ماتش الأبطال والماتش اللي قبل بأنه بيقدم أحسن أداء من ساعة لما مسك الفريق. واضح كده أن الصفقات الجديدة اللي عملها وثقته في الفريق عملوا فرق، بس مهم جدا نختبر الاستمرارية دي. مهم برضو لو حصل غيابات هنشوف هيتصرف معها ازاي. وسألناكوا هل تشافي لقى التركيبة المناسبة لفريقه خلاص؟ 79% منكوا قالوا انه لقاها، و21% شايفين ان الفريق لسه ناقص. انشيلوتي الموسم ده لقى 7 لعيبة عنده في وسط الملعب، ومفيش مهاجم اساسي في خوسيلو بس، فكان شايف الحل انه يلعب ب4-4-2 دايموند، وبكده يبقى عنده اختيار رابع في الوسط وفي 2 هيأدوا دور المهاجم.
بس اللي عمله ده ظلم كذا لاعب، منهم اللي اتظلم في دقائق اللعب القليلة واللي ما بقاش يلعب في مركزه الأساسي. واحد زي رودريجو جناح ممتاز وشفنا أهميته في ريال مدريد الفترة الأخيرة، وفي كمان اللي بيقارنه بفينيسيوس وبيقول إنه ممكن يبقى أحسن منه كمان، بس الموسم ده بيظهر بأداء باهت وما قدمش المتوقع منه، ما هو بيلعبش في مركزه برضه. وفالفيردي اللي ما بيستخسرش اي مجهود علشان الفريق وتسديداته القويه بتقلب اي ماتش. السنه دي ما بقيناش نشوفه كتير، ما بقاش اساسي، وظروف كل ماتش هي اللي بتحدد هيلعب دقايق قد ايه. واخر لاعب ابراهيم دياز اللي كل مشجعين ريال مدريد فرحوا برجوعه ما بقاش يلعب برضه، والناس نسيته من كتر ما انشيلوتي ما بيعتمدش عليه، على الرغم انه لما بينزل بيحاول وبيبقى فعلا عايز يعمل حاجه. وسالناكم مين اكتر لاعب اتظلم الموسم ده، 76% منكم شافوا ابراهيم دياز، 14% قالوا رودريجو، و10% اختاروا فالفيردي. في طلبات اقاله مدربين كتير حوالينا، العادي بتاع كل موسم يعني. خلونا نتكلم عن جيسوس مدرب الهلال اللي الجماهير من فتره مش قصيره عماله تقول له كفايه كده، لازم تمشي علشان نجيب مدرب غيرك يستفيد صح بالتشكيله اللي عنده. ده احنا تاني اكتر فريق في العالم صرف على الصفقات الميركاتو ده. احنا لسه ما اتغلبناش ولا ماتش بس الاداء مش كويس، مش هنستنى بقى لما نبعد عن الصداره، المنافسه السنه دي مش سهله خالص. صفقات ولاعيبه موجوده مش مناسبه مع اسلوب لعب المدرب اللي مش عارفين الاداره جابته ليه طالما عكس اللعيبه. اللعيبه فقدت الرغبه وبالشكل ده الانهيار جاي جاي. هتعرف تلاقي مكان لنيفيز وسافيج مع بعض؟ طب وكانو نيمار وسالم ومالكوم وميتروفيتش؟ طب وميشائيل؟ لعيبه اغلبها عايزه الكره في رجله كتير، عايز يستحوذ ويلعب براحته. فالمدرب بتاعهم اسلوبه انه يضغط من قدام ومحتاج يلعب بشكل مباشر. طب ازاي؟ المشكله اتكررت قبل كده مع جاردين والنتيجه كلنا شفناها وقتها. وسالناكم هل وقت جيسوس خلاص خلص مع الهلال؟ 66% رأيهم انه لازم يمشي، و34% قالوا انه يكمل مع الهلال. خلصت حلقة النهاردة من برنامج صوت الجماهير، اتكلمنا معاكم في اهم مواضيع الاسبوع. ما تنسوش تحطولنا الفوتنج اللي بنعمله كل اسبوع على حساباتنا على السوشيال ميديا، واشوفكم الحلقة اللي جايه.